برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تحضرونا أو عم تسمعونا بحلقة جديدة من انترفيو. اليوم بهالحلقة رح نحكي عن الدعوة يلي أطلقتها طاولة حوار المجتمع المدني لإطلاق تجمع دولة لبنان الكبير اليوم بالتحديد بعد دقائق قليلة بالصرح البطريركي ببكركي، ومعنا المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الأستاذ زياد الصائغ. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير باتريسيا، لك لكل المستمعين وكمان لكل المشاهدين. صباح النور، يعني أنت معنا اليوم أستاذ زياد لحتى نحكي عن تجمع أو احتفالية تجمع دولة لبنان الكبير يلي رح تصير بعد دقائق قليلة ببكركي. أنت معنا رح نحكي نحن وياك عن رمزية هالاحتفالية، إذا فينا نقول شو هي رمزيتها بهيدا التوقيت بالتحديد وببكركي. اولا بدي اقول الدعوه هي من طاوله حوار المجتمع المدني وعلى راسها الاميره حياه رسلان. نعم. وهذه اولا نقطه مهمه جدا، لانه المجتمع المدني يتحرك دوما، ونحن في ملتقى التاثير المدني داعمين لهذه المشهديه وللوثيقه التي سوف تصدر عنها. اهميه هذه المشهديه ورمزيتها، خصوصا انها تنطلق من الصرح البطريرك الماروني في بكركي، أنها تأتي في توقيت يواجه في لبنان ثلاث مخاطر. الخطر الأول مخاطر حرب جدية تجره إليها للأسف إيديولوجية عابرة للحدود اللبنانية، وفريق للأسف لبناني يتورط لتنفيذ أجندة غير لبنانية انطلاقا من منطق وحدة الساحات. وبالتالي هذا التجمع يؤكد عمليا أن الدولة هي التي يجب أن تعود وتستلم بشكل شرعي قرار السلم والحرب. في الخطر الثاني هو خطر تغيير هوية لبنان الحضرية في الحرية والتنوع والعيش معا، وعم نشوفها أما بإيديولوجية شمولية بتوضع قبضتها على لبنان، اما بنزعات انفصاليه، اما بنزعات لمحاوله تغيير النظام السياسي. وهذا خطر للانقلاب على الدستور. قد يعتبر البعض انه هذه المخاطر بالمستوى الثاني منفصله عن بعض البعض، ولكن هي متصله بالكامل، ومن يسعى الى الانفصال يخدم ايديولوجيه القبض الشموليه على لبنان. في الخطر الثالث اللي هو اساسي يتعلق ب الانقلاب الكامل على الجينات التأسيسية لدولة لبنان الكبير منذ العام 1920، والعملية عمل النموذج الحضاري اللبناني في ثلاث سمات اللي هي التنوع والحرية والعيش معا. وهذا المستوى الثالث يقتضي دينامية داخلية لمواكبة انقاذ لبنان من خلال التلاقي بين القوى السيادية والقوى المجتمعية الحية، بما يعني انتاج كتلة وازنة وكتلة تاريخية، لأنه المنطقة رايحة على تحولات جيوسياسية كبيرة. وفي الأساس ما كان لازم يكون كنا بموقع ردة الفعل، كان لازم يكون عندنا رئيس أو رئيسة للجمهورية، كان في لازم يكون انتظام بمؤسسات الدولة اللبنانية وسيادة الدولة ناجزة. بهذا المعنى قد يعتبر البعض أنه هذا نشاط، ولكن نحن نعتقد أن هذه دينامية تؤكد أنه الشعب اللبناني والنخب في لبنان والقوى السيادية الإصلاحية عمليا تريد إنقاذ 10452 كيلومتر مربع، وإعادة لبنان إلى حالته اللبنانية، إلى امتداده العربي، وبنفس الوقت انتمائه إلى المجتمع الدولي. طيب أستاذ زياد، نحن دايما منحكي من هيدا المنطلق، منحكي أنه بدنا نحافظ على 10452 كيلومتر، منحكي أنه بدنا عيش مشترك، منحكي عن التنوع، منحكي عن هول المواضيع كلها. بهالتجمع بالتحديد شو هي الرؤية المستقبلية، وهل من بعدها هيك في هدف أساسي يمكن نحن لحد هلأ منفكر فيه ولكن ما تجرأنا نقوله؟ أكيد نحن نسعى جميعا إلى بناء دولة المواطنة. نعم. بما يعني بناء دولة الكفاءة والنزاهة والمساءلة والمحاسبة. واليوم كان موقف ملتقى التأثير المدني الأسبوعي صحيح بهذا الاتجاه الواضح. يعني لبنان لم يقم على رابطة الطائفية،
كما يحلو للبعض القول لبنان قام على رابطة الوطنية، وهذا كلام للبطيارة الحويي، مشان هيك في رمزية لإطلاق وثيقة تجمع دولة لبنان الكبير من الصرح البطيارك الماروني في بكر. بعدين لبنان هو دولة حياد إيجابي، بما يعني هو يدعم قضايا العدل، ولكن منه دولة مقاتلة. نحن أساسا يعني هذا البلد الصغير يمكن أن يقوم بدور استثنائي في المنطقة وفي العالم إذا التزم بالحياد الإيجابي اللي هو أصلا حكوا عنه مثقفين ومفكرين لبنانيين وحتى سياسيين لبنانيين منذ العام 1918 قبل قيام دولة لبنان الكبير. فإذا البوصلة الأساسية هو قيام دولة المواطنة الحرة السيدة العادلة المستقلة، وهذا وارد إذا طلعت على الوثيقة التي وزعتها دولة حوار المجتمع واضح اللبناني. الوثيقة واضحة جدا. واضحة أولا الفعي إلى الحفاظ على التنوع والحرية والعيش معا ضمن دولة المواطنية، يعني تطبيق المادة 95 من الدستور، إنشاء مجلس شيوخ، تنفيذ اللامركزية الإدارية الموسعة، حصرية السلاح بيد الدولة، تنفيذ القرارات الأنمي المتوازن 1559-1701-2650-2695، وبنفس الوقت التزام لبنان بالمواثيق العربية والدولية. هلا بيجي بيقلنا أنه ما ليكو المجتمع الدولي اليوم عنده ازدواجية معايير، نحن بدنا نصوب ازدواجية المعايير، بس ما نروح بتكسير كل هذه المعايير إذا حدا كسرها، لأنه بده يكسر المعايير مثل ما عم بيعمل المجتمع الدولي لأنه يعني حليف له. نعم. طب أستاذ زياد، يعني تجمع دولة لبنان الكبير هو لا شك تجمع سياسي، ولكن هل الهدف إذا فينا نقول هو يعني خوض الانتخابات المقبلة بشكل فعال؟ ما خليني تقلك، أول شيء بفضل هيدا السؤال يجيبوا عنه طاولة حوار المجتمع المدني المدعين الأساسيين، ولكن خليني أقول من دينامية العمل باتريسيا واضح أنه نحن أمام رؤية وطنية، يعني ليسنا أمام خليني أقول حركة سياسية تفصيلية. ما عنده الانتخابات هي مسار تغييري ويجب أن نستمر فيه. بعقلنا وبفكرنا نعتقد أنه من يتبنى هذه الرؤية عمليا نعم هو مدعو إلى أن ينخرط في العمل الوطني والسياسي ويوسع، وهذه كمان مواقف ملتقى التأثير المدني دائما، توسيع مروحة التحالفات السيادية الدستورية، وهذه نقطة كتير مهمة. فإذا هذه الدينامية مع غيرها من الديناميات أدت إلى توسيع مروحة التحالفات بين القوى السيادية الممثلة في المجلس النيابي، القوى السيادية الإصلاحية التغييرية، وأيضا القوى المجتمعية الحية، نعم علينا أن نكون فعليا أمام خليني أقول محطة سياسية أحدها الانتخابات. ولكن قبل الانتخابات عندنا انتخابات رئاسة الجمهورية، مش هيك؟ هذا كمان بده ضغط يجب أن نقوم به. وبدي أقول لك ما في دور بس للدينامية الوطنية الداخلية، في دور كمان لدينامية المغتربين في العالم يلي انا عم بيمارسوا دور ايضا تأسيسي في دعم القضية اللبنانية، وبنفس الوقت في دور لأصدقاء لبنان في العالم الحر وأشقاء لبنان في العالم العربي. في عنا اللجنة الخماسية عم تلعب دور بالمتابعة اليوم، وهذا نقطة كتير مهمة يجب أن نستفيد منها، لأنه بعكس ما يقول كثيرين هناك مظلة دولية عربية لحماية لبنان، مع أنه أكيد في حدا خاطف لبنان وعم بيرهن الموقف اللبناني، وللأسف إن كان برئاسة الحكومة أو إن كان برئاسة مجلس النواب في خطف عمليا للقرار اللبناني، وعم تتنفذ أجندة لا علاقة لها بلبنان، إلى علاقة بتصفية حسابات لأجندة غير لبنانية، وبنفس الوقت إطلاق مسار تحصيل نفوذ في لبنان على حساب القضية اللبنانية. يعني نحن في انقلاب كامل على الدستور، للأسف من يتولى الانقلاب الكامل على الدستور يلي قاعدين على رأس المؤسسات الدستورية. نعم. وفي أساس هذا الانقلاب هو تفريغ رئاسة الجمهورية. نعم. طيب نحن يعني نحن بدولة السيادة فيها منتهكة، في فراغ بالمؤسسات، شو بقى من روح دولة لبنان الكبير يلي طبعا كلنا بنحلم فيها؟ بقي روح الروح. روح الروح بعده موجود. كل حدا عم بحاول باتريسيا، خليني يكون كتير واضح وكتير مزعج ربما، كل واحد بيعتبر انه هيدي دولة لبنان الكبير انتهت وهيدي لبنان الرسالة
فشل وانه كل هيدا كان نموذج خاطئ. بدي اقول لهم انه اولا الجبهة اللبنانية بكل ادبياتها كانت واضحة في الكلام نعم عن صيغة العيش المشترك اذا بدروا على اقصى اليمين، والحركة الوطنية اذا بدروا على اقصى اليسار كمان، وقت عملوا مراجعة مع بعض ونعرفوا انه هن عمليا متفقين على هوية لبنان الحضارية اللي هي الحرية والتنوع والعيش معا. اتأسف ان اقول انه مثل ما في ايديولوجيا شمولية نعم عم يدخل كمان على بعض النخب من كل الطوائف بعض النزعات التفتيتية، وانه هيدا لبنان انتهى. لا، لبنان ما انتهى، هن بينتهوا وبيبقى لبنان، نحن بننتهي وبيبقى لبنان. ما حدا اكبر من لبنان، 10452 كيلومتر مربع، ما حدا اهم من القضية اللبنانية. هذا البلد قام على الحرية، سنستعيد الحرية، قام على التنوع، سنحمي التنوع وندير التنوع بشكل ايجابي، سنناضل من اجل الحفاظ على صيغة العيش معا. وكل الطروحات اهلا وسهلا فيها، بس مش على حساب الدي ان اي اللبناني الاساسي يلي نحن ساهمنا للاسف. صحيح. نحن ساهمنا بضربه للاسف. لانه كنا، بعتذر عن الكلام، ساستعيد كلام احد القيادات اللبنانية، ربما كنا على مدى 40-50 سنة مرتين ما فهمنا اهمية بلدنا ونموذج الحضاري. أنا بدي أشكرك كتير الأستاذ زياد الصائغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني. شكرا كتير لهالمداخلة، على أمل اللقاء بوقت قريب باستوديو. شكرا كتير لإلك. شكرا شكرا شكرا. شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا، خليكم معنا دايما عبر هوا صوت لبنان.